الام واتنين اتخانقوا في الاوضه جوه، السقف وقع عليه وهو داخل يجيبهم. النار كانت اقوى مننا جدا. البت بصراحه صحيت على الدخان، هي بالليل قعدت الدفايه، فالدفايه عملت ماس. هي قالت لابوها لا ما تهدهاش، قالت له لا يا بابا انا سقعان، قال لها بلاش يا جمان، قالت له لا معلش سقعان، قال لها طيب لما تطفي المكان اطفيها. دخل الساعه 3:30 قال لها يا جمان انا هنام وبتفيها. البت انها راحت في النوم، صحيت بعد الفجر، صحيت بعد الفجر على الدخان، خرجت على البلكونه لقيت اخواتها صاحيين الاثنين الصبيان، قالت لهم انزلوا معايا، بصوا لها كده وسكتوا. النار هدفتها على العربيه نزلت، فربنا نجاها. هو بقى نزل بقى في الشارع يقول الحقوني الحقوني، ياخد بطاطين عشان يعمل العيال، السقف وقع عليه مرتجى ابوها، الثلاث صبيان وامهم وابوه، اتكلوا على الله ربنا كرمه. الام واتنين اتخانقوا في الاوضه جوه، ومرتجى وعيل وقع عليهم السقف. هو عم مرتجي الزحلق وقع في النار بره، السقف وقع عليه وهو داخل يجيبهم، فاهم حضرتك؟ السقف وقع عليه وهو داخل يجيبهم، هو بره، وكان معايا ابنه سيكا والباقيين كانوا في الاوضه اختناق. ابنه سيكا كان معاه، اللي هو يعني هو كان هينط اصلا مع اخته من البلكونه، اخته قالت لي كان هينط معايا بس مرضيش، قالت لي مرضيش ينط معايا، قال لها لا انا هخش اجيب ماما، هي نطت وهو راح داخل ايه على جوه، ما لحقش ابوه تقريبا قبله ولا ايه، فهم الاثنين في مكان واحد يعني، ده وده بس اللي محروقين يعتبر، والثلاثة التانيين اختناق. جالي ارتفاع في الشريان الرئوي، خدني وراه على المستشفى وداني وركبوا لي لازقه وجابني تانيين، وما بيسيبناش، هو ما بيسيبناش، اي حد عنده اي ظرف ما بيسيبوش، الله يرحمه ويسامحه. هو ما حدش سابه برضه، بس النار طلعت اقوى مننا، والله النار كانت اقوى مننا جدا.